الاعتقادي من ناحية الشمال في الدقيقة 15 سعد سمير طالع ومحمد نجيب أيضا مميز عنده هدف محمد نجيب. عبد الله السعيد يلعب العرضية لكن خالد وليد بيتفاجئ بيها فيها سويرف قوي من عبد الله السعيد لكن بيمسكها من مرة واحدة. من غير فاول مؤمن بيفكر في العرضية أدي العرضية لكن خالد وليد يا ولد خالد وليد طالع وماسك كورته بثبات كل كورة يمسكها خالد وليد يدخل في اللقاء أكتر تزيده ثقة طبعا أكيد الدعم موجود من كابتن فكري صالح ومن زكريا على يمينه عبد الله السعيد جاي له يلعبها لأحمد فتحي عنده التسديدات وعنده الحلول عبد الله السعيد أدي العرضية على القائم البعيد ورأسية في المرمى من ميدو جابر لكن سهلة تسديدة سهلة من مصطفى طلعت ورأسية سهلة أيضا من ميدو جابر وتألق من شريف إكرامي وقدامه خالد وليد أربع خمس كور كده خالد وليد بيظهر في الكد لكن الكور اللي معلول ناحية الشمال المرة دي أدي تمويه بيمينه علي معلول تترد جونيور أجاي يلاقي الكرة قدامه لخبطة وتترد جول جول لكن في قرار من حكم اللقاء هنشوف الجول محسوب ايه اوفسايد هل هو اوفسايد بالفعل ودي جونيور اجاييه بالفعل التنفيذ من ناحيه اليمين صاحب القدم اليسرى علي معلول وادي العرضيه وخالد وليد بالبوكس سعد سمير هدفين امام سموحه وامام المصري وادي الكره الاماميه جوه ال 18 خالد وليد طلع بره ال 18 خلاص يا سلام على المهاره يا سلام الثقه دي من خالد وليد تمويه ولا اجدع مهاجم من خالد وليد بيرقص ميدو جابر من زكريا لكن بيرجع تاني بيرجع لعبد الله السعيد عايز يلعب العرضيه مين اللي جاي من ورا لقدام تسديده حلوه التسديده حلوه لعبد الله السعيد بيثبت حضور الجماهير اعتقدت ان خالد وليد يعني بعد غياب عصام الحضري او استبعاده هيكون صفاقسي ايضا لاعب هداف مع الصفاقسي علي معلول 14 لقاء عنده هدف وحيد من ضربة جزاء يعني من قوتها خبطت في حارس المرمى ودخلت في المرمى في لقاء الواحد صفر لقاء الفاز بيه معلول على التنفيذ مع عبد الله السعيد وسبعة من لاعبي الأهلي على خط ال 18 علي معلول في المرمى وجت في العارضة لعبها لمحمد هاني المهارة موجودة من هاني وترقيصة أيضا بيرجع تاني في الزحمة وادي العرضية تبحث عن رأسية خالد وليد هدية موجودة مين يسدد في المرمى ادي العرضية عمرو جمال يلعب العرضية عمرو جمال يلعبها لعماد متعب ممكن الكورة عماد تترد جونيور أجاييه